احكي لكم شوي عن مطعم زوار. هو مطعم لبناني، مختصين نحن بالاكل اللبناني. خلال فترة شهر رمضان عنا بوفيه مفتوح مع التراسات، وطبعا في صالة داخلية لهذا الموضوع. البوفيه هو عبارة عن انترناشونال بوفيه، رح تلاقوا تشكيلة كبيرة من المازات، تشكيلة من الاكل العربي، ستيشنات المعروفة اللي هي شاورما، الفتات، الشوربات، العصائر، الحلويات. طبعا عندنا اكثر من جلسة في زوار، بضمن التراس الخارجي اللي بتسع تقريبا ل 500 شخص، عندنا التراس العلوي تقريبا بسع ل 300 شخص، بالإضافة للتراس الموجود على حول المسبح اللي بسع اكثر من 600 شخص. الافطار تقريبا بيكون جاهزين نحن تقريبا على ساعة الافطار دائما. يفضل استقبالكم قبل نص ساعة في المطعم. بعد الافطار نحن عنا خيمة ليالي زوار. طبعا اليوم بنعيد ليدرز اكبر مول موجود في المملكة الاردنية الهاشمية. ليدرز سنتر ليس لهما علاقة بالالكترونيات. مبروك يا رانا، مطالب مبروك، مبروك. بدي اروحك بلش تقريبا على الساعة 9:30 ضمن برامج وجوائز منوعة كتير بين الموسيقى والتخت الشرقي، وعنا شركاء كتير بالخيمة اللي بيقدموا كمان كمية كبيرة من الجوائز. ضمن هاي الخيمة تقريبا تتسع ل 600 شخص، اللي تعتبر من أكبر الخيام الرمضانية الموجودة خلال السنة. مساء الخير، كل عام وانتم بخير، اهلا وسهلا فيكم. ويا حريق حريش الباب رجالي ما تلقى. إن شاء الله بتشرفونا أي لحظة. يفضل الحجز دائما لأنه المطعم دائما فل.